اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو aquatips.com. ايه المكملات اللي انت ممكن تستعملها بعد التمرين بتاعك، وخاصه بالنسبه للناس اللي بتتمرن متاخر او يعني في نص اليوم الاخراني قريب شويه من ميعاد النوم بتاعها؟ لان كانت في ناس كتيره بتشتكي ان هي لما تتمرن متاخر النوم بتاعها بيتضرر، طبعا لان التمرين بتاعك بيزود الكورتيزول، بيزود الادرينالين، بيزود الحاجات دي كلها، فكل دي حاجات ما بتخليكش ان انت تنام نوم عميق. فعلشان كده لو انت حد بتتمرن بالليل وعنده مشاكل في النوم، فانا بنصحه ان هو يستعمل المكملات دي. قبل ما نبدا، يا ريت سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. فقبل ما نقول المكملات، هنقول الغرض بتاعها او الفوائد بتاعتها. الفوائد في اقل من دقيقه هتكون كالاتي: اول حاجه، الاستشفاء بتاعك او الريكفري هيكون اسرع، الكورتيزول بتاعك هيكون اقل، الكتابوليزم او عمليه هدم العضلات هتكون برضو اقل، لان انت جسمك بيمر بعمليتين سواء على مدار اليوم او الاسبوع او الشهر او السنه: حاجه اسمها انابوليزم اللي هي بناء العضلات او بناء انسجه جديده، وحاجه اسمها كتابوليزم اللي هي الهدم. فالمحصله بتاعتك في الاخر بتكون على حسب مين اللي اعلى من الثاني. لو الانابوليزم او البناء كان اعلى فانت بتبني عضلات، لو الكتابوليزم كان اعلى فانت كده بتهدم او بتخسر عضلات. فكل ما قللنا من الكتابوليزم دوت، كل ما عمليه بناء العضلات بتاعتك هتكون للافضل. والفايده طبعا اللي بعديها هي تحسين النوم بناء طبعا على الحاجات ديت. فالنتيجه اللي هتترتب عليها انت النوم بتاعك هيكون احسن، هيكون عميق اكتر، وطبعا بالتالي بناء العضلات بتاعك هيكون افضل. فهنقول دلوقتي على الخمس حاجات اللي انا بستعملهم بعد التمرين. اول حاجه بستعملها ما فيهاش اي افتكاسه، حاجه عاديه جدا بديهيه جدا، هي الواي بروتين. لما بخلص تمرين بالليل انا بكون جعان، بس في نفس الوقت لو انا اكلت كتير ومليت بطني انا مش هعرف انام كويس، عمري ما هعرف انام نفس النوم اللي انا بنامه لو انا واكل وجبه تقيله بالليل. فالواي بروتين بيكون احسن حاجه بتنجز المهمه ديت، ان انا هشبع وفي نفس الوقت بطني مش هتكون مليانه قوي، فاللي هو النوم بتاعي هيكون مستريح. فوجبه بعد التمرين غالبا بتكون واي بروتين، موزه، نص افوكادو، ممكن شويه فاكهه، حتتين رايس كيك، حته دارك شوكليت، يعني كلها حاجات كده في الخفيف، بحس ان انت تشبع وفي نفس الوقت بطنك ما تكونش مليانه وتعرف ان انت تنام نوم كويس. المكملات اللي بعد كده بقى، فانا بحطها مع الواي بروتين، يعني هم كلهم برضو بيكونوا على شكل الباودر او على شكل باودر فورم، فانا بحطهم كلهم في شيكر واحد والموضوع بيكون في الانجاز يعني. فالحاجه الثانيه اللي انا بستعملها مع الواي بروتين بتكون الجلوتامين. الجلوتامين طبعا بعد التمرين هيساعدك على ريكفري، هيساعدك على تقليل الالتهابات، وهيساعدك على تقليل الكورتيزول. الحاجه الثالثه اللي بستعملها بتكون الجلايسين، وده حمض اميني، فوائده نفس فوائد الجلوتامين زائد ان جسمك بيستعمله علشان يصنع او ينتج حاجه اسمها جابا. جابا ده بيكون ناقل عصبي بيساعد جسمك ان انت تنام نوم عميق او النوم بتاعك يكون افضل، فده بيكون حلو جدا ان انت تستعمله بالليل. الجلايسين برضو الجسم بيستعمله ان هو يصنع حاجتين كمان: الكرياتين والكولاجين. الكرياتين والكولاجين انت ممكن تاخدهم من مكملات، وممكن تاخدهم من اكل، وممكن برضو ان انت جسمك يصنعهم من بعض الاحماض الامينيه، ومن ضمن الاحماض الامينيه ديت بيكون الجلايسين. المكمل الرابع اللي انا بستعمله بيكون المغنيسيوم، بستعمل مغنيسيوم اللي هو بيكون جلايسينيت، يعني في الحمضين الامينيين دول اللي هو الجلايسين واللايسين. ودلوقتي بقيت استعمل المغنيسيوم بصراحه على شكل باودر مش على شكل اقراص. ليه؟ لان انا بحاول اقلل من الاقراص على قد ما اقدر. ليه الموضوع دوت؟ لان اي مكمل انت بتشوفه في الدنيا لما تيجي تقلب الظهر بتاعه بتلاقي ان فيه مكونات ثانيه غير انجريدينت او غير الحاجه اللي انت عايز تستعملها. يعني مثلا هتلاقي في حاجه اسمها ماجنيزيوم ستيريت، هتلاقي في حاجه اسمها سيليكون دايوكسيد، الحاجه فيها اسمها سيليولوز، كل دي حاجات مصنعه انا مش عايز ادخلها جسمي. فاي مكمل هو في اقراص انا بعرف ان انا ابدله بباودر، فانا على طول بستعمله على شكل باودر، لان الباودر فورم او نوع المغنيسيوم ده انا لو قلبته على ظهره هلاقي المكونات بتاعته ماجنيزيوم، لايسينيت، لايسينيت، وشكرا على كده، مفيش اي حاجه ثانيه زياده. والحاجه رقم 5 اللي انا ساعات بستعملها برضو بعد التمرين هي الاشواجندا. الاشواجندا من اكتر الحاجات الفعاله اللي هي بتقلل الكورتيزول وبتساعد جسمك على النوم المريح، وعمل عليها فيديوهات بالهبل، وبرضو بستعملها على شكل باودر. بس مشكلتها الوحيده في الباودر ان طعمها مش حلو، بس يعني لما بتحطها مع الواي بروتين وعلى الحاجات دي طعمها بيروح. ممكن تحط عسل معاهم او اي حاجه من دي وقشطه، يعني الموضوع هيمشي في الاخر. ديت الخمس حاجات، يبقى واي بروتين، جلوتامين، جلايسين، ماجنيزيوم، اشواجندا، كلهم في شيكر واحد، سكوب من كل حاجه، مش هياخد منك دقيقه تحضير. ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.